أحبائي المشاهدين، الله معكم. بيسعدنا التقى أنا وياكم بهذه السلسلة المختصرة من الحلقات يلي بدنا نتناول أنا وياكم فيها علاقة الأحبار الأعظمية، البابوات والشبيبة، تحضيراً للأيام العالمية للشبيبة التي ستجري هذه السنة في البرتغال في مدينة لشبونة. بالواقع إذا بدي أرجع تاريخياً، يجب علي أن أنطلق من البابا القديس، البابا العظيم يوحنا بولس الثاني، الذي هو من أسس الأيام العالمية للشبيبة. إذا برجع إلى اليوم الأول لتسلم البابا يوحنا بولس الثاني حبريته، يوم 22 تشرين الأول من العام 1978، من بعد القداس الحبري الكبير اللي حضروا شخصيات ومن مختلف دول العالم، رؤساء دول، ملوك، ملكات، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤمنين، ونقل عبر مختلف وسائل الإعلام. بنهاية هذا القداس وبصلاة التبشير الملائكي، سيقول البابا يوحنا بولس الثاني، بيقول أنه اليوم كلنا كنا عم نعترف بأن نحن جميعا كنيسة كاثوليكية، كنيسة رسولية، هيدي هي رسالتنا، ولكن هلأ صار الوقت أيضا بأن نحيي مريم العذراء يلي من خلالها كلمة الله صار بشرا وحل بيننا. ومنرجع منتذكر كلام مريم العذراء: ليكن لي بحسب قولك. ومن بعد صلاة السلام عليك يا مريم، سيتوجه البابا بصورة خاصة وفريدة إلى الشبيبة الحاضرين واللي عم بيتابعوا هذا الاحتفال الهائل عبر كل وسائل الإعلام أنذاك، وبيقلن بطريقة مرتجلة: أنتم مستقبل العالم، أنتم رجاء الكنيسة، وأنتم أيها الشباب من مختلف دول العالم، أنتم رجائي. فإذا كان في لفتة خاصة منذ البداية للبابا يوحنا بولس الثاني للشبيبة في العالم. وأول لقاء مع الشبيبة، شبيبة روما، كان بتاريخ 8 تشرين الثاني من العام 1978. بهالنهار هيدا البابا يوحنا بولس الثاني سيحيي الشبيبة الحاضرة في بازيليك القديس بطرس، ورح بيقلن انه نعم انا قلتلكن انه انتو رجاء الكنيسة وانتو رجائي، وانا بدي اشكركن لانه حاضرين وجبتوا معكن اغلى نعمة، اغلى هدية من الرب يلي هي الشبابكن، هذا العمر يلي هو فعلا رجاء، وفعلا رجاء للكنيسة وللمجتمع. بهذا الرجاء بدي أطلب منكم ثلاث أمور، بقلن البابا يوحنا بولس الثاني: أولا ابحثوا عن المسيح، ثانيا أحبوا المسيح، وثالثا اشهدوا للمسيح. بيشرح وبيقول: لما أنا أبحث عن المسيح بكون عم ببحث عن كلمة الله التي تجسدت، هذه الكلمة المتجسدة يلي وحدها تعطينا الخلاص. وتانيا لما أنا بكون عم بحب المسيح، فأنا بكون عم بقول إنه المسيح، بكون عم بعترف بإنه المسيح ليس مجرد فكرة، المسيح منه مجرد شعور، والمسيح منه مجرد تذكار. أنا أحب المسيح يعني أنا أحب إله متجسد، هو شخص حاضر معي وحي إلى الأبد. وتالت شيء لما بقول إنه لازم أنا أن أحب المسيح، بكون عم بقول أني أنا في الكنيسة أقف أمام الجلجلة وأنظر إلى هذا الحب اللامتناهي لله يلي أعطاني إياه على الصليب، لحتى يقلي أني أنا كإنسان مهم بالنسبة إلى الله يلي خلقني. فإذا هذا الأمر يتطلب شجاعة، ويتطلب أن يكون عندي طهر كبير. انطلاقا من هون أحبائي، منذ العام 1978 وإلى العام 1984 كان البابا يوحنا بولس الثاني يفكر ويطلب إلهام الروح القدس لحتى يشوف شو ممكن ينعمل للشبيبة بصورة خاصة في العالم.
تشاء العناية الإلهية بأنه العام 1984 أن يكون قد أعلن البابا يوحنا بولس الثاني سنة الفداء، سنة مقدسة، بختامة سيسلم الصليب إلى الشبيبة، وبيقول بختام هذه السنة المقدسة أنا أعهد إليكم بهذه العلامة يلي هي علامة الصليب في هذه السنة اليوبيلية، صليب المسيح، احملوه إلى العالم أجمع كعلامة حب الله للبشرية، وأعلنوا هذا الحب للبشرية كل سوا، وأعلنوا بأنه لا خلاص ولا فداء للبشر إلا من خلال المسيح القائم من الموت. انطلاقا من هون أحبائي كانت هذه الفكرة اختمرت بعقل وقلب البابا يوحنا بولس الثاني بالسنة 1984، وهو سيحدد ما سيسميه الأيام العالمية للشبيبة بطريقة فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخ الكنيسة. يحتفل فيها هذه الأيام العالمية للشبيبة في روما وفي كل أبرشية من أبرشيات الكنيسة في العالم يوم أحد الشعانين، على أنه بالسنة التالية تكون الأيام العالمية للشبيبة في مدينة من مدن العالم، يلتقي فيها شبان وصبايا من مختلف الدول، من مختلف الكنائس، للصلاة معا ولعيش الإيمان معا. انطلاقا من هون بحب أقول أحبائي برسالة، أستشهد برسالة أرسلها البابا يوحنا بولس الثاني بـ8 أيار من العام 1996 لمجموعة من الأساقفة والكرادي اللي كانوا عم يبحثوا عن أهمية هذه الأيام العالمية اللي انطلقت مثل ما قلنا تحديدا من سنة 1984، وبدير ياسناغورا العذراء السوداء ملكة بولونيا. إذن في بلد البابا يوحنا بولس الثاني كان عم يبحثوا عن أهمية هذه الأيام. البابا يوحنا بولس الثاني بيرسل لهم رسالة بيقول لهم فيها أنه تذكروا أنه الهدف الأول من الأيام العالمية للشبيبة هي أن نعود ونركز إيماننا، إيمان الشبيبة وحياة الشبيبة، على شخص يسوع المسيح لكي يكون هو المرجع بالنسبة إلى كل حياتهم. على هذه الصخرة يلي هي يسوع المسيح بيكونوا عم يبنوا إيمانهم. إذن بضيف البابا الأيام العالمية للشبيبة تجعل كل شبيبة العالم في رحلة حج، هذه الحج على كل طرقات العالم ظاهريا وداخليا رحلة حج إيماني بداخلهم. ويصف البابا الأيام العالمية للشبيبة بأن أيام مرتبطة بالعناية الإلهية، وبيقول أمر لافت جدا بأنه نتطلع إلى هؤلاء الشباب والصبايا الآتين من مختلف دول العالم من كل الأجناس والأعراق والأعلام، أعلام بلادهم الوطنية وثقافاتهم المتعددة، لكي يتقاسموا يتشاركوا الخبرات الإيمانية سوا. انطلاقا من هون بيقول الأيام العالمية للشبيبة هي أيام للكنيسة بتقدمها للشباب ومع الشباب. وبيقول أنا طوال هذه الحقبة من سنة 84 إلى سنة 96 يلي رفقت فيها الأيام العالمية للشبيبة، بيقول البابا يوحنا بولس الثاني كنت دايما اتأثر وكون متأثر كثيرا بالحماس لدى هؤلاء الشبيبة يلي عم يطلبوا منا نحن ككنيسة أن نقودهم إلى يسوع المسيح. إذا بستعرض أحبائي سلسلة الأيام العالمية للشبيبة مثل ما قلنا سنة 84، بالسنة التالية 85 و86 كانوا في حاضرة الفاتيكان يوم الأحد الشعانين. إذا بدنا نقول اليوم العالمي الأول للشبيبة خارج حاضرة الفاتيكان كان في سنة 1987 وتحديدا ببوينوس آيرس بدولة الأرجنتين، إذن في أمريكا
اللاتينية. كان دائما الحبر الأعظم يختار لكل سنة لهذه الأيام العالمية عنوان من الكتاب المقدس ويرسل له رسالة لاهوتية يشرح فيها هذا الخيار يلي اختاره ويدعو الشباب للانضمام إليه. وبالواقع منذ سنة 1984 إلى العام 2002 البابا يوحنا بولس الثاني كان عم بيشارك بكل الأيام العالمية للشبيبة، سواء اللي كانت تجري في أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس أو في دولة من دول العالم. يكفي أن نذكر أنه من بعض حدائق الأرجنتين كان عنا بسان جاك دو كومبوستيل بإسبانيا، سنة 91 كان عنا بتشينستوهوفا ببولونيا، مدينة المدينة الروحية العاصمة الروحية لبولونيا، بلد ووطن البابا يوحنا بولس الثاني. وبالعام 1991 مباشرة بعد سقوط النظام الشيوعي الملحد في أوروبا الشرقية انطلاقا من بولونيا بقوة الإيمان مثل ما أرساه البابا يوحنا بولس الثاني، وبـ 93 بدنفر الولايات المتحدة الأمريكية، بالـ 95 بالفلبين، وبـ 97 في باريس، وتتالت إلى العام 2000 في روما، في تور فيرغاتا في العاصمة الإيطالية، في روما لمناسبة اليوبيل الكبير للمسيحية، يوبيل العام 2000، واللقاء الأخير بالعام 2002 خارج إيطاليا كان في كندا، تورونتو في كندا. ولاحقا البابا بنديكتوس السادس عشر سيكرس هذه الأيام العالمية للشبيبة وستبقى مثل ما أرساها البابا يوحنا بولس الثاني، وبالإضافة إلى ذلك سيضيف لإلى ساعة السجود للقربان المقدس للمسيح الحاضر في القربان. وسيكون أول لقاء للبابا بنديكتوس السادس عشر بالعام 2005 سيكون في بلده في ألمانيا، بالعام 2008 بسيدني أستراليا، بالعام 2011 سيكون الأخير للبابا بنديكتوس كحبر أعظم في مدريد، ولاحقا سيأتي البابا فرانسيس ويتابع أيضا بالعام 2013 في ريو دي جانيرو، بالعام 2016 في كراكوفيا في بولونيا، بالعام 2019 في بنما، و هذا العام 2023 في لشبونة في البرتغال. أحبائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة بحب أنا وياكم انهي في هذه الصلاة الرائعة يلي كتبها آخر ما كتب البابا يوحنا بولس الثاني إلى الشبيبة في العالم قبل وفاته، كانت رسالة بتاريخ 15 أذار 2005 وهو توفي في 2 نيسان من العام 2005. في هذه الرسالة يختم بهذه الصلاة: أيها المسيح المتجسد في القربان والحاضر فيه، أنا أوكل لك كل شبيبة إيطاليا، كل شبيبة العالم، وأنت حب يا أيها المسيح، داوي جراح، وأنت علم أن يسجدوا لك في الحقيقة، وباركن الآن وإلى الأبد. وأنا بلتقى فيكم بحلقة مقبلة.